السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي وأخواتي الجزائريات، هذا الفيديو درتها على نرد على الإنسانة، مش إنسانة، هذه شيطانة ووجه الرخص والبخس، وتهدر على الحرقة في الجزائر كأن الحرقة هي خاصة بالجزائريين فقط، ولكن هي خصنا نصحوا لها المعلومات أن الحرقة هي ولدت ظاهرة عالمية وظاهرة إفريقية وظاهرة للمغرب الكبير اللي هو لو غران مغرب، الجيري، ماروك، تونيزي، ليبي، كاع البلدان المغرب العربي قاع يحرقوا باش يروحوا لأوروبا. ولكن هي زادت في الكلام وقالت بأن الحرقة اللي مشاو الإيطالية الجزائريين، البرلمان الإيطالي صرح بأنه سيطلق الرصاص على الزوارق التي تأتي من الجزائر. فقرات هذاك الشاب وقالت لي الحكومة طبعا نصابة والجيش الوطني ديالهم كلاو لي الرزق ديالهم كامل. الوغ هاد الشباب يعني باش يوصل الإنسان، حنا عندنا وعندنا 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 وحنايا القهرة الإقليمية، فعلا أنتم القهرة الإقليمية. أكثر من ذلك إخواني أخواتي، نائب برلماني قولوا لي عاوتاني يا رجل الشر، راني فيديوهات كنجيبهم. نعم، إنك وجه البخس والرخص أنك تزورين الفيديوهات وتقولين أشياء غير صحيحة، وأنا سأبرهن هذا في فيديو أخرى. كيقول لك كنكذب وكنجي فيديوهات مفبركة، ما عرفتش أنا عاد كيعطوني كنحط قنواتكم. ويا أختي أنت علاش يجيبولك الفيديوهات وتحطي، علاش ما تحوسيش على الفيديوهات وتكتشفي بنفسك؟ وأنت بورت بارول، أنت راكي تتكلمي في على الموضوع الجزائر، خاصك تروحي تديري نفسك، تقفي نفسك وتديري لي ريشيرش وتحوسي روحك بفيديو، ماشي غير اللي يجيبوها لك تحطيها عمياء هكا بلا ما تعرفي بوالو، وديري في غلطات كبيرة واللي تبرهن بالغباء تاعك. الرسمية كنجيب منها أو الفيديوهات ديال الجزائريين. المهم الجزائريين يحطوا الفيديوهات لأنهم صريحين، يقولوا الحق، ما يخافوا من مخزن، ما يخافوا من صوت، ما يخافوا من مخبط، ما يخافوا من والو. هما يكتبوا لي فيديو على كاين اللي كاين في البلاد، نقولوه حنا ننقدوا نفوسنا عن النقد النفسي، حنا رانا واصلين في الديمقراطية، بعيد 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 عليكم، نتوما تنجموش تنقدوا نفوسكم. تيلو كنت هضري كلمة على المخزن يطيروا لك راسك، ما تزيديش تحلي فمك ولا تباني في فيديو. انتي تهضري في الجزائر، هضري في المخزن، لان انتي امرأة جريئة كما حنا نهضروا ونحطوا فيديوهات وانتي تدي منهم باش تنقدينا. هذا فيديو غنفبركو عاوتاني من قناة الجزيرة، واحد التي ذاعت الخبر ديال الكارثة والمصيبة ديال اجتياح الجزائريين المحيطات الإيطالية، محيط يعني المحيط الإيطالي، كيتشكى وقال لك يعني لدرجة أن نائب برلماني طلب من القوات البحرية تتدخل يعني بالسلاح لردع والوقف هذاك الاجتياح ديال الحراقة الجزائريين لإيطاليا. غادي نخليكم هذا الخبر، احنا ما سمعناش كاع به في أي قناة من قنوات العالم اللي تفوت في الجزائر، عندنا كل قنوات الجزائر العربية والفرنسية، ما سمعناش هذا الخبر أبدا أبدا أبدا، سمعته بشرى وجه البخس والرخص. إيطاليا ترفض استخدام رفضها بسبب صعوبة، هي ترفض ولكن ترفض، أنا ما نفهمش هي تقول ترفض ولكنها تقول سترفع السلاح. وهذا الفيديو لا تدل على شيء، احنا ما شفناش برلمانيين يتكلموا، ما شفناش أي برلماني يتكلم، ما شفناش وجه أي برلماني يتكلم، ما شفنا كلام بالعربية، وما شفناش أي حاجة تدل على كلام
الوجه البغص والرخص. عندنا الغاز والبترول والديامون والحديد والذهب وعندنا التنكسان وعندنا الفار وعندنا ثروات أخرى عديدة عديدة اللي مازال انت بالك ما تعرفيها شي مام با. اخواني اخواتي انا غادي نبرهن لكم في لا فيديو بروشين تاعي بان هذا الاخ اللي راه يهضر يتكلم عندي فيديو دينها المغاربه وهذا الانسان لا يقول بتاتا بان الذي تم القبض عليهم جزائريين، يقول أنهم أجانب يقيمون في فندق دار البيضاء وكانوا يتاجروا في الخمر ويديروا في تهريب الخمر، بصح ما قالش ولا كلمة في مع القناة المغربية بأنهم جزائريين. قالوا أجانب أجانب وهذا تبون شد علينا ولادك واش تبون شد علينا ولادك واش شد علينا ولادك يا وجه الرخص والبخس نشدوا ولادنا انتوما ولادكم راه معايمين علينا وحنا رانا دايرين لهم فوق ريصاننا وندير لك دي فيديو على المغاربه كي عايشين في الجزائر عايشين كي الملوك عايشين كي الملوك بصح نتوما جيعانين جيعانين حنا كرمه وعندنا الدراهم وحنا خوتنا المغاربه مرحبا بهم عندنا مساكين يجوا ياكلوا الخبز معليش ايه عندك صح المغاربه كيجوا في الجزائر يجوا يخدموا خاطر ما عندهمش الخدمه في بلادهم خاطر عندهم الميزيريه الكحله تاكل فيهم وحنايا الجزائريين كيجوا في المغرب يجوا للسياحه يجوا للسياحه يخسروا الدراهم يخسروا لوغو يدوا لافيون من كازابلانكا لتسوا كيا ورميه ويزيدوا يجوا معاهم لي دوفيز ويجوا تماكينه يجوا يزهو ويجوا يضحوا على نفسهم وانتم المغاربه كيجوا عندنا مساكين يجوا يطيحوا صحتهم يجوا يخدموا حنا الحمد لله حنا مستعرفوا بالعرق نتاعهم ونخلصوهم حنا ما ناكلوهمش عروقهم بصح تشوف الفرق اللي كاين بيناتهم فرق كبير بيناتهم ما تقوليش هذا بلد فقير اللي يجي يخدم عند واحد ما يجيش يخدم عند واحد بلد فقير نتوما كتجيو كتخربوا يا جايبين لينا القرقوبي يا جايبين لينا الشراب القرقوبي هو من صنع المغاربه وحنا نعرفوكم من بكري ديروا ديروا الشيشه ديروها الكيف ديروها في الـ في الـ
في البره تاع الاتاي تشربوه. وحنا يا هاد الصوالح خاطينا، وحنا ملعينا فرونتيغ على سبت هذاك الشيء، على سبت باش ما البترول تاعنا ما يجيش عندكم، ليسونس يجي عندكم باطل، والباكله تجي باطل، واللي نتوما ترسلوا لنا لا دروغ هذا ما ترسلوا لنا، اش باغي ترسلوا لنا؟ قولي لي اش باغي ترسلوا لنا، حنا نسكن بترول ونسكن ماكله وجده كانت تاكل باطل، وانتم ما ترسلوا لنا لا دروغ باش تكملوا على اولادنا. هذا كذب 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 يا وجه الرخص والبخس. ماشي كاع المغاربه يجوا يخدموا بعروقهم، كان مغاربه اللي يجوا لا فرونتيير يجوا يبيعوا لا دروغ، يجوا يبيعوا كيما تقولي انت القرقوبي، القرقوبي، ويجي يبيعوا لا دروغ والحشيشه، ويجي يبيعوا الكيف، ويجوا يدوا ليسونس ويدوا الماكله يا اللي ما كيش فاهمه والو، ولا راكي لعبتها ما فاهمه والو. يا انت يا حماره ما تفهمي والو، يا انت كدابه من اكبر كذابات. يا قباص الله يقطع شربوكم، يا بنايا يا زليج يا 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 يا، المهم خدامين، خدامين في الكيف، وكان خدامين في الـ في الـ في الماسونغي، كل واحد وروحه، ماشي كاع الناس كيف كيف، ما تخلطيش. ماشي كيهربوا، ماشي يخربوا في البلاد، انتم يا ما دخلوا لنا القرقوبي، يا ما دخلوا لنا الشرب، وانتم يا ما دخلوا لنا الكيف، يا ما دخلوا لنا المشاكل. يا ما تجي في الفلافونتيغ تجي ديرو في الترافيك كل نوع وكل شكل، ومعروفين راه حنا نعطيكنا شحال 100 فيديو، ماشي وحده انتي تخلطي الفيديو، انتي ديري ترافيك في الفيديو، انا ندير الفيديو صحاح، انا فيديو راني نجبدهم من عندكم، من تاني من المغاربه الاحرار اللي يحطوهم اللي راهم ضد الملك وضد الملكيه. الارهاب ما دخلناها لكمش، انتم عندكم الاخوه المسلمين راهم يحاربوا الملك وباغين يديروا دوله اسلاميه، وانتم ما راكمش باغيين، وكاع الدول عندهم هاد لا موفونس اسلاميك، هادو اللي تعيطوا لهم انتم الارهابيين، وحنا ما دخلناهم لكم شي، انتم هادوك مغاربه، مغاربه راهم ضد النظام الملكي. لا يعقل لا لا، يجوا يدوا القاش يلبسوا يتمتعوا يروحوا ليزوتال ياكلوا يشربوا ويخسروا الدراهم ويجوا ويخلوكم الدراهم، وانتم ماش تخلوا لنا، تعطونا الميزيريه، ترسلوا لنا الميزيريه تاعكم. انتم مغاربه، انتم ملائكه، انتم شعب ملائكه، انا عمري ما شفت شعب تاع ملائكه، انا نعرف بلي كاين المليح والدوني في كاع البلدان، حتى السعوديه اللي هي بلد وين كاين الكعبه المشرفه وبلاد المسلمين، كاين كاين المنافقين وكاين الخمارين وكاين اللي يريدوا راهم يدوا مغربيه راهم دايرين فيهم الباطل. ما تقوليش بلي المغرب فيهم كاع ناس ملاح والجزائر فيها كاع ناس ماشي ملاح، انت انسانه ماشي واقعيه. وحنا ما عندنا ما نديرو بكم، حنا ما عندنا ما نديرو بكم، حنا عندنا ما يكفينا، عندنا الغاز تاعنا، البترول تاعنا، عندنا الحديد تاعنا، الذهب تاعنا، عندنا الزنك تاعنا، عندنا الشابون تاعنا، عندنا الماء تاعنا، عندنا كل تاع حاجه، عندنا 200 300 بيرسون راهم عايشين، درت عليها فيديو، راهم عايشين في السيليكون فالي، من احسن من احسن نخبه تاع الناس سيليكون فالي، فيديغ لا 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 تكنولوجي، لا تكنولوجي تاع الانفورماتيك اللي راهي هي سي لا سي سي لو اي تك، لو اي تك، واش نديرو بيكم يا الحبوب الكحله؟ وبغينا الف لا لفتح الحدود، ما عندهم ما يديرو عندنا، ما عندنا ما نديرو عندهم، كل واحد يشوف ثقه. شكون اللي قال لك باغي نحلو الحدود؟ شكون اللي قال لك يا اختي؟ انا عندي فيديو غادي نفوتها وين لارمي راهي في الحدود تاعنا واقفه، واقفه دايره خندق حفراته باش ما تفوتوش،
والمروحيات تدوروا كاع النهار كيف تقولي احنا باغي نحلوا الحدود، انت مريضة ولا مهبولة ولا تتمهبلي؟ حاشا امسيس هذاك اللي تعرفوه كي داير، هذاك اللي يلبس الشورت ويلبس تيشيرت ويدير السناسل ويدير في يديه ويضل في هولندا ويعرفوه كاع الناس، حاشاه هذاك، حاشاه. ما تقوليش حاشا التبون هذاك، ما تقوليش على لسانك يا القذرة. شمع على عرضك وتجمع ولادك، جمعهم ودير لهم شي خطاب ولا دير لهم فاش يتلعبوا فاش يلعبوا فاش يخدموا باش ما يبقاوش يجيو يحرقوا عندنا. احنا راه دوله فقيره. لا احنا ما نجوش نلعبو عندكم، احنا كاين اسبانيا كاين فرنسا كاين المان كاين امريكان كاين، تروح تشوفي الجزائريين سون بارتو جا كي حاسبه انت الجزائريين باغي يحبسوا المغرب شي يديروا فيه، حمبوك انت تروح غير اليكون تحلي فمك انت في بالي بالك ما حطيتش كراعك في الجزائر، انت ماكش عارفه الجزائر كي دايره. انا غادي ندير فيديو على الجزائر غادي فمك غادي ينحل لسانك كيطيح كي حاسبه انت الجزائر ما بالك فيها زوج قرابه ولا كيما وجده. عشان تكدوا معاكم انتوما دولة خليجية عندكم النفط والبترول والديامونت والغاز عندكم السماوات والأرض والبحر وما بينهما وكوكب الزهور الرضا وغريبة يزور ونجيب القوية وتمصير وكومان مرعى المغرب ونقترض. انتوما واعرين لا تقترضوني من البنك الدولي، احنا غور كان كريدي من البنك الدولي وشد علينا ناسك مشي نحرقوا في شي بلاد متقدمين. بلد لا احنا ما نحرقوش، احنا عندنا حركه كاينين باغتو. انا عندي كاسيدي راني دايرت باردون فيديو راني دايرتها تاع الحراقه المغاربه، حارقين في ايطاليا حارقين في اسبانيا حارقين في فرنسا، يشتكو من الحقره والميزيريه الكحله، ونفوتهم فوتهم لك تشوفيهم بعينيك. انت راكي تبخسي في روحك، راكي تبخسي في روحك، انت راكي باغي الهضره لروحك، انت مشاركه الفم مشاركه الفم تحلي فمك بزاف وتجيبي الهضره للمغاربه. حاش المغاربه اللي ما يستاهلوكش باش تمثليهم، انت انسانه قادره وكذابه. حنا ما نهربوش الذهب، حنا الذهب عنا، حنا انتوما راكم تهربوا كباش، انتوما الكباش راكم تخونوا فيهم، شناهم عينينا يهربوا في الكباش ودينهم مساكين. والله لا غادوني يشفوا، مش بقاش تقعدي تقلبي في الهضره وتكذبي وتجبدي من راسك. اعطينا البراهين اعطينا البراهين اعطينا البراهين، جيبي دي فيديو جيبي دي فيديو، ما تهضري ما تهضريش غير بالفم. الفم كي قالك الاخر يقول لي كاين اللسان ما فيه عظم، جيبي لي فيديو كيما انا راني نحط لي فيديو، انا راني نحط لي فيديو، انا جو بوز دي فيديو اي دي بري فيديو، انا ما نجبد حتى فيديو من راسي، انا نحشم نحط فيديو فيها ترافيك. امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين، حتى راه مستحقين حتى بنادم كيفك. حاجه المغاربه ما يستاهلوش بنادم كيفك انت، يا معنا ما نديرو بهم، معنا ما نديرو بهم وما نفيدونا في حتى والو. انت انسانه شريره وانت انسانه عنصريه وتكرهي على الناس، وانت عندك الشر في نفسك، شرانيه شرانيه. والنيف واختي النيف، قوليها وعاوديها قوليها وعاوديها، فيزيوني غير لي فيديو انت على الحراك وتشوفي كي دايرين، شوفي كي دايرين نتوما. المخزن يخبط فيكم يخبط فيكم، وانتي تقولي له عاش عاش الملك عاش امير المؤمنين، هو يخبط فيكم انتي تقولي عاش. هضري انت يا مرا هضري، والله يسخطوك والله تنسخطي، انت
تهضري في الجزائر، تركي فمك في الجزائر، حنا ما هضروا، حنا لي فيديو تاعنا نهضروا فيهم، حنا ما نديروش الشمس بالغربه، حنا ما نخافوا غير من الله سبحانه وتعالى، حنا ما نخافوش كيما نتوما، نتوما تموتوا، نتوما تموتوا، نتوما في الميزيل الكحله وانتوما تقولوا عاش الملك، ها نتوما نتوما سموكم العبود، نتوما العبوديه، عندكم العبوديه، حنا عندنا الديمقراطيه، حنا احرار وعندنا النيف. موتي دخبشي، واه موتي دخبشي، هذه اللي كتلاتك، حنا احرار. شتفة خفيفة ظريفة على قلبكم، أحبكم في الله، أتوقف اليوم إن شاء الله. قال لك حبس حبس حبس، أنا في إجرة وفي إجرة وعمل مصاب. انتي ديري الفتشنة فتشنة فتشنة، ملي بديتي انتي تفتشنة من نهار التقشيطة تاعك، التقشيطة تاع الشكلة هذيك الشرميطة اللي الناس ما تهدرش عليها وما نلبسوهاش، حنا ما على بالناش، حنا عندنا البوزة الوهرانية ويلبسوها حتى في فوجدة، وحنا عمر ما هدرنا باسكو حنا ما نطيحوش برواحنا. فتشنا هذه هدرتك انتيا يا العقونة اللي ما تعرفيش تهدري، الفتنة يا اختاه القديرة. في الفيتشنا وراد الفيتشنا عمل الموصاد حبس محتضر وانقذ محتضر الشعب المغربي. تي وين يعرفك الموصاد كاع انت يا وين انت يا ميزيريا كحلا، كنتي تسلفي الدراهم وتروحي لمصر وتروحي منا وتروحي منا تطلبي الدراهم، كنتي في لايغو باغ تخدمي ميزيريا كتلاتك تطلبي الدراهم وداروا عليك دي فيديو بلي انت يا كنتي تنصبي على الناس باش تدي الدراهم. موصاد كاع ما يسمعش بيك، ما يسمعش بيك ابدا. المناطق والكافر واليهودي قدموا احتضان للملك اليهودي، وقدموا احتضان للحكومة اليهودية المنافقة الموصاد. المهم المغاربة عداوة عداوة، عمركم غادي تتوقعوا منهم الخير. هذه اسمها الفتنة يا مغاربة، حلوا عينيكم مليح في هذه المرأة الخداعة اللي تدي الدرهم من يوتيوب ودير الباز وتشوف غير في روحها وتبع على بالهاش بيكم كاع وقاعده تحرض فيكم، وهذا ماشي في صالح المسلمين، ماشي صالح، ولا ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا قول الله سبحانه وتعالى. انتم كتشوفوا كل يوم كنثبت لكم النيات المبيته ديالهم، وكل يوم كتشوفوا كتكتشفوا براسكم كيف يكرهوننا، وبالمناسبه عندك كيسحب بكم هذا الشر اللي كثر. راه انت كل يوم تفتشي على الجزائريين، انت كل يوم ماشي قايله راسك تروحي ديري فوناره وتروحي تصلي شويه وتروحي تبي لله وتروحي شويه تهتمي بنفسك وتروحي ديري راجل وديري وليدات وتقعدي في دارك ترونكين مهنيه بركي ما تدوري بالجزائر. الجزائر بعيده عليك، بعيده بعيده، ما قدرتلاش حتى فرنسا لا سينكيام بويسونس مونديال دو ليبوك. تشكون تشكون تشكون، انا نعرفك مراه، هضري على المخزن، هضري على المخزن، نعرفك مراه جريئه، وانتي طيحي وتكسري وتهودي وتنوضي وتهضي على ابن عمك اللي راهم دايرين الاضرابات وراهم دايرين على المدرسه وعلى التعليم وعلى الشركات والحرقه والمشاكل كاع. ديري هضري هضري، الجزائر بعيدة عليك، انت شكون كاع ما نسمعوش بيه كاع، حنا رانا نجاوبوك غير باسكو نجاوبوك، بصح السيد تبون والوزارة والحكومة والله ما يسمعوا بيه كاع بتاتا. وعلينا سنين طويلة، ونصبوا على عقول المغاربة لسنين طويلة، وضحكوا على المغاربة لسنين طويلة لدرجة أنهم دخلنا ديك خوا خوا، هالقطاع اللي جيبوا لنا. انا ندير لك فيديو والله العظيم غير درتها لكم، نحلف الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله على مغربيين عايشين في الجزائر جايين في الجزائر يخدموا ويقولوا خاوة خاوة ويقولوا خاوة خاوة، وقال لك نبغوا الجزائريين، وقال لك اللي يبغى كاره من كره واحب من احب، هذه نقولها لك مشي من عندي من عندهم والله كتر خيرهم، هادوك احرار مشي اولاد المخزن. كذب 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 كذب، فاك نيوز فاك نيوز فاك نيوز، تو نا اوكي بروف، اعطينا الدليل اعطينا الدليل يا بنت الناس، اعطينا الدليل، انت تهضري بزاف والدليل زيرو. واللي كان كيعجبهم كيديهم تاولو كيقول لك هذا برا عليهم، هذه السياسه الخبيثه اللي كانوا دايرين، فهمتيني، خدموا الطبخ خدموا الفطر خدموا كل شيء، دابا خدموا كل شيء ديالهم، فهما كانوا مازال عوالين يزيدوا يضحكوا علينا.
واش نديرو بالمغرب يا صاحبتي؟ شا عندكم نتوما؟ شا عندكم الغير توريزم سيكسويل؟ شا عندكم؟ قولي لي شا عندكم؟ شا هما الخيرات تاعكم؟ شا عندكم باش نجيو نسكنو عندكم؟ هذا اللي ضربنا زرع في رصاننا، على هبلنا، على ما لقينا ما نديرو. ها انا كي نبغي نروح نحوس نروح لاسبانيا ولا فرنسا، انا شا جابني كاع المغرب؟ انا حياتي عمرني ما حطيت كراعي في المغرب، جامي في حياتي. مسكينة والله العظيم، انتيا ميتومان، انتيا فغيمون، انتيا ماشي ميتومان، انتيا سوسيوبات، انتيا سوسيوبات. حوسي في ديكسيونير شاهي لا سوسيوبات. سوسيوبات هي انسانة مريضة عقليا نفسيا، حاسبة روحها هي عندها أهمية، وانتي ما عندك حتى أهمية. انتي يوتيوب تعطيك أهمية باسكو يدو الدراهم منك، وما على بالهمش بيك انتي كاع شكون كاع وراكي حاطة. الخطة الخبيثة ديالهم وما يجهلو وما يسعرو، بغاوني نسكت ولا تسكتي ولا نقتلوك، تسكتي ولا. شكون يجي يوسخ يديه على جالك يا بنت الناس؟ انتي شكون يجي عندك كاع يحوس عليك؟ انتي مريضه، انتي شكون يجي عندك يعرفوك بلي مهبوله تهضري وحدك كاع النهار وانتي تنبحي الكلب كاع النهار وانتي تنهتي؟ ها وتلهت الكلاب او لا تلهت الكلاب؟ كاش قاعد يجي يوسخ يديه؟ ما كاش. حنا ردوا عليك غير بلي فيديو تاع الصح والهضره تاع الصح، ونضربوك بالحقيقه ونسكتوك بالحقيقه. حنا ما نتوشوش، حنا رجال عندنا النيف، حنايا حنا درنا حراك ما سيناش قطره تاع دم. شكون يجي عندك يوسخ روحه بالدم تاعك القادر؟ الملقاطع هذا طاح في وين كان؟ كان في التسعينات، حنا مش قاعد نسمعوا به. يا اختاه انت راكي فريمون كاع راكي والله راكي مدره، انت ما راكيش كاع على باج، انت ما راكيش على باج، راكي مدره بزاف 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 في الملقاطع. حنا ما عندناش كاع حد الملقاطع، مش كاع ما سمعتيه، سمعتي عندكم في المغرب بالك مازالكم ما ديروا الملقاطع نتوما. ها يلا الحقيقة قلتيها بنفسك، تقسيم البلاد مش احنا مقسم البلاد. مراغب مغاربة الأحرار، صحاب صحاب الناظور ها وصحاب الحسيمة، واللي ينايضوا لكم اللي كان يعيط لهم الحسن الثاني، كان يقول لهم الأوباش. ها الأوباش، أنا عندي فيديو تاعه يقول لكم الأوباش ويهدد فيكم ويمسخ فيكم ويعاير فيكم. تيكي خايفة من تقسيم، تيام راكي مع المخزن نتاع بلادك، ها انت معاهم، انت خبيثه، انت الاحرار هما اللي يقتلوك ماشي الجزائريين. وفي يزيدوا يكملوا في الحفير وفي الخطر ديالهم، ولكن الناس محلينا يعني الحمد لله، وحنا وياكم وسانا طويل يا بنات خرجوا يا وجه البخس والرخص، يا وجه البخس والرخص، يا القديره يا اللي ما عندكش قطره دم تحشم عليها، ما عندكش اصل وفصل، وكان عندك اصل وفصل وفاميليا تحشمي عليها، ما تهضريش علينا احنا سيادك، ما تهضريش علينا هاد الهضره. خوتي المغاربه جيم بارطاجي الاشتراك في قناه الاحتياطيات. اختي الجزائريين، خواتاتي الجزائريات، نخليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهاد الانسانه ما نخليهاش تكمل هضرتها، نبلع لها فمها، ما نقول لها خليهاش تقول السلام عليكم ورحمه الله، خاطر هي ماشي تاع السلام عليكم ورحمه الله.